بضاعة، جذام، عاملة وخمس عشرة قبيلة عربية أخرى كانت تسكن بلاد الشام. تلك القبائل المسيحية التي خدمت الروم أكثر من 1000 سنة. فكيف كان شكل العلاقة بين الأمويين وسكان سوريا الأراميين الأصليين؟ حينما جاء العرب الفاتحون بقيادة يزيد بن أبي سفيان، أخو معاوية، وغزوا الشام وسيطروا على الشام، حرص معاوية حينما وصل الدور إليه، حرص على أن لا يسمح للفاتحين العرب القادمين من الجزيرة بالسكنة في الشام، حفاظاً على نقاء طباع وأخلاق. وهذه القبائل جيش مسيحي في عسكر معاوية وجيش مسيحي في عسكر يزيد. يعني حينما يزيد هتك وهتك المدينة وقتل الآلاف من أهل المدينة في وقعة الحرة وارتكب الموبقات وربط جيشه خيولهم في المسجد النبوي وجعلوه اسطبلا المسجد النبوي، من هم الذين يقومون بذلك؟ لا يقوم بذلك مسلمون، قام بذلك تلك القبائل في الشام التي كانت يدا يمنى ذراعا ضاربة للنظام الأموي. من هي الأسرة السرجونية؟ وما شكل العلاقة التي جمعت بينها وبين الأمويين؟ كانوا 3: منصور بن سرجون الأول، سرجون بن منصور، ومنصور بن سرجون الثاني المعروف اليوم بالقديس يوحنا الدمشقي. منصور الأول كان موظفا لدى الدولة الرومية بوصفها مسؤول عن الإدارة المالية، دولة تحكم منطقة من مناطقها، فهناك جباية للضرائب وصرف لها على بعض الشؤون الداخلية، وهناك مسؤول يشرف ويتولى هذه العملية، هذا طبيعي. لكن أن تذهب الدولة الرومية وتنتهي سلطتها على الأرض الشامية كلها، ويأتي معاوية بقرار من الخليفة الثاني فيولى على المنطقة على الشام كله ولاية مطلقة أشبه بالملك، وأن معاوية يستبقي منصور في مركزه هذا، ثم بعد وفاة منصور يجعل ابنه الذي كان في ميعة الشباب، يعني كان ربما بالعشرينات من العمر، في منصبه بصلاحيات كاملة. هذا أمر مش طبيعي. من خلال تعقب آثار الأسرة السرجونية في التاريخ يتبين لنا حجم سلطتها وسطوتها في البلاط الأموي. وهذه العائلة المسيحية الرومية كانت ليست فقط مشرفة على دواوين بني أمية، بل كانت أيضا أطباء بني أمية ومستشارو بني أمية. والحقيقة أن صاحب الدور الأكبر هو الابن، في الجد الابن الحفيد، سرجون بن منصور هو صاحب الدور الأكبر. أنا بحسب ما وصلت بأبحاثي حتى الآن، وأقولها بسرعة،
أن سرجون ما كان شخص عادي أبدا، كان المندوب السامي للحكومة الرومانية من عاصمتها القسطنطينية في المنطقة الشامية التي كانت في عهد معاوية ويزيد، مندوب سامي. كان سرجون هو المسؤول عن الإدارة المالية، هو الذي يجبي وهو الذي يصرف وهو الذي يسدد بعد كل حساب الباقي إلى القسطنطينية، ولم يكن للدولة الإسلامية على عهد معاوية ويزيد أي سلطة على هذا الأمر، بل لم يكن مسموحا لها بالاطلاع على القيود الحسابية. نحن ضبطنا سرجون بن منصور مرتين، يصرح بأنه سدد لحساب القسطنطينية 100,000 قطعة ذهبية. 100,000 قطعة ذهبية كم تساوي اليوم؟ يعني خلال 40 سنة السلطة الحقيقية في الشام على هذا الشأن وعلى كل القرارات السياسية التي تهب الدولة القسطنطينية كان في يد سرجون. اختيار زوجة معاوية وأم ولي العهد الجديد بالإضافة إلى الإشراف على تربيته وتنشئته كان أيضا من مهام العائلة السرجونية. يعني معاوية لما كان حوالي 40 من عمره لا كان متزوج ولا عنده ولد، إلى أن فرض عليه أن يتزوج هذه المرأة الكربية من قبيلة بني كرب. يعني جابوها لمعاوية وقال له تزوجها، قال لهم أمركم، حطوها عنده بالمقدار الذي حملت به وأخذوها، هذا المطلوب، هذا المطلوب، أن يكون عند معاوية من معاوية ولد، إذا مات يكون جاهز لكي يحل محله بالشروط التي تناسب اللي يجبون الزوجة والمسيطرين على الأمور. بين أمه وأخواله الكلبيين ومربيه سرجون ترعرع يزيد، فكيف ظهر أثر تلك التربية على بناء شخصية الخليفة الأموي الجديد؟ وقبيلة بني كلب هي أكبر قبائل الشام المسيحية. قبيلة بني كلب قبيلة يمنية اعتنقت المسيحية وأصبحت فرقة في الجيش الروماني، وكانت مواضعها في البقاع، تمتد إلى بعلبك وإلى مشارف حمص إلى مشارف وئد التام. هذه المنطقة التي اسمها البقاع اليوم كان يقال لها نسبة لبقاع كلب. كلب كانت هناك وكانت عنجر عاصمتها. بعد وصول مسلم بن عقيل إلى الكوفة تظهر فجأة قصاصة زعم سرجون أنها من معاوية، يطلب فيها من ابنه يزيد تعيين عبيد الله بن زهاد واليا على الكوفة. فما هي قصة هذه الرواية وملابساتها؟ طيب، يزيد ولد بحورين التي سيقتل بها فيما بعد، وحورين إلى اليوم فيها كنيستان كبيرتين، بقايا كنيستين، وفيها قصر يسمى قصر يزيد، وتربى فيها يزيد وعاش فيها يزيد. ما أعرف الشاب، ما أعرف غير، وكان المسؤول عن تربيته منصور. ولذلك تخلق يزيد بأخلاق النصارى، فكان يعاقر الخمر علنا، لا يجد حرجا، ما بيستحي،
ما بترجف ايده. شوفوا لما جاء وفد المدينة، وفد المدينة حينما جاء إلى دمشق برغبة من والي المدينة حتى يقرب والي المدينة بين يزيد وبين أهل المدينة، عزم أهل المدينة على دمشق ليتعرفوا على يزيد عن كثب، يسلموا عليه على قاعدة أنه البعيد عن العين بعيد عن القلب، فخلون يلتقوا. راحوا لعنده، دخلوا على قصره، ما تحرج بقي القرد يلعب بنداه، وبقي الخمر بمجلسه، ما استحى، ما قال له للخادم أو لعبيده وخدمه ارفعوا الخمر، جاي وفد المدينة، وفد القديسين، وفد الصحابة من بقايا الأنصار والمهاجرين، لا، خلى الخمر. والدليل على أنه كان فاجر علنا أنه الوفد المديني لما طلع من عنده صرحوا، هذا مثل ما بيعمل تصريح رسمي عن الزيارة، الوفد قالوا لقد جئنا من عند أفجر الناس، من عند ممن يزني بالمحارم ويشرب الخمر. الذي وضع هذه الرواية بهذا التفصيل فأخرج له كتابا وقاله لو كان معاوية حيا ما كان يفعل، قال له ما أدري، قال له خذ هذا الكتاب بخط معاوية. يعني قبل 20 سنة كان عام معاوية، عارف شو رح يصير؟ سرجون لا يريد أن يضع نفسه أنه هو صاحب الأمر، وهذه تسوي مشاكل. وسرجون هو الذي اقترح على يزيد أن يعين عبيد الله بن زياد. يزيد كان محتارا، وكان لا يعجبه عبيد الله بن زياد، شخصية عبيد الله بن زياد لم يكن يعجب يزيد، وكان على شقاق معه، ومعاوية عينه أميرا على الكوفة، ولكن معاوية مات ولم ينفذ التعيين. الذي أيقظ التعيين، أيقظ كتاب التعيين، تعيين عبيد الله بن زياد، هو سرجون مستشار يزيد. لماذا قامت العائلة السرجونية بالتحريض على قتل الإمام الحسين عليه السلام؟ وأي مصلحة للروم كانت لتتحقق بالتخلص من الحسين؟ ولو كان معاوية حيا، هل كان ليوافق على خطة سرجون؟ معاوية كان حريص جدا انه ما يلعب هاللعبة. معاوية كان حريص جدا انه ما يتورط مع الامام الحسين. معاوية كان يعتبر انه خسران اذا هو دأب الحسين، بل اذا ما افترضنا انه خسران، بل كان يعتقد معاوية ان الخلطة الاموية التي اسس بها دولة بني امية بتروح اذا كسر الامام الحسين. المؤرخون كافة يقول انه عندما وصل كتاب النعمان ابن بشير إلى يزيد حمل رسالة وراح عن سرجون. طيب ما عندك فريق عمل من المستشارين من حولك يا يزيد؟ هذا يمثل قرار الدولة الرومية، والشخص ليس شخصا. يزيد كان حصان منصور مراهن على يزيد أنه حصانه الغالب الرابح. لذلك يزيد في فترة حكمه كان يستحضر مربيه منصور إلى قصره، ومنصور يأتي على ذكر رسول الله يشنع به علناً، يشنع برسول الله علنا ويسخر بالأحكام الشرعية التي جاء بها النبي، ويسخر من آية القرآن الكريم علنا في قصر يزيد. وإلى الآن كتابه إلى الآن مترجم بالعربي، كتاب منصور إذا قال لك المسلم